الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. سمع الله لمن حمده. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من هو أرحم بنا منا، يا من كتب الرحمة على نفسه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من غلبت رحمته غضبه،
يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين. اللهم مس إخواننا في سوريا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم اكشف بهم يا رحيم، اللهم الطف بهم يا رب العالمين. اللهم فرج همهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اكشفنا بهم، اللهم تول أمرهم، اللهم قاتل دونهم، اللهم مدهم بجند من جنودك لا يعلم جنودك إلا أنت. اللهم قوهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على الطاغية بشار. اللهم عليك به وبزمرته، عليك به وبشبيحته. اللهم سود وجوههم، اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، أرنا فيهم بديع صنعك. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وعظة وآية يا رب العالمين. اللهم عجل بفرج إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم ارحمهم، اللهم داوي جريحهم وآوي طريدهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم عاف مبتلاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.